مشاهدينا الكرام، الاهلي يعود عن طريق بوابه الجيش، ويسعدنا بعد نهايه هذا اللقاء ان يكون معنا الكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. كابتن ناجي اهلا بيك. اهلا طارق، وطبعا بسلم على كل في الاستوديو الكابتن شاذلي، كابتن علي، وكابتن محسن، وكابتن طاهر. كابتن طاهر واهلا بيك ورمضان كريم. وخلينا في البدايه نتكلم عن الفوز النهارده، هل هي عوده للنادي الاهلي زي ما قلت في المقدمه السريعه عن طريق الجيش؟ لا، والحمد لله النهارده واضح في فرق في اللياقة يعني، وفي متابعة الهجوم، وفي الضغط في نص الملعب، وفي المبادئة جبنا جون في أول دقيقة. الحمد لله الأداء النهاردة يعني مرضي إلى حد كبير الحمد لله. أبو السعود شايفينه النهاردة كان هو الحارس البديل لشريف إكرامي، هل تأكدت من مستوى أبو السعود لكي يكون هو البديل الأساسي لشريف إكرامي؟ لا، هم كل الأولاد الحمد لله في فورمة كويسة، إذا كان شريف أو أحمد عادل أو أبو السعود. أبو السعود كان عنده مشكلة في الأول، خد راحة 45 يوم، طبعًا إحنا ما شفناهاش دي من 10 سنين، وبعد كده عمل عملية جراحية بسيطة. فلما عاد واستعد عافيته يعني ودخل في التدريبات بدأنا نحطه يعني. تقييمك لشريف اكرام النهارده ياخد كام على 10؟ لا ممتاز النهارده، في انفراد كان ممكن يغير نتيجه المباراه، عمل تغطيه ورا المدافعين بشكل رائع، وفي الثبات اللي مع بابا اركو كان ممكن يحصل صربعه او حاجه، لكن وقف بشكل كويس الحمد لله. النهارده كل الكور اللي جات له يعني اتصرف فيها بشكل كويس الحمد لله. كابتن احمد بنشكرك وكل سنه طيب، والف مبروك مره ثانيه. ليك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، عوده سريعه